مرحبا، معكم Creative Aid. اليوم سأريكم طريقة شهية لعمل سويس رول الفراولة. أولا نغطي صينية الخبز بالزيت، ثم نضع ورق الزبدة ونغطي ورق الزبدة أيضا بالزيت، ثم نضع خليط الكيك الإسفنجي. يجب أن يكون سماكة 2 سنتيمترا حتى يسهل لفه. إذا أردتم طريقة عمل الكيك فالرابط موجود في صندوق الوصف. يخبز الكيك ثم يبلل بالماء ويغطى قماش خاص بالمطبخ بالسكر الناعم حتى لا يتكسر الكيك عند لفه. يوضع عليها الكيك عندما ينضج وهو ساخن. يزال ورق الزبدة ثم يلف الكيك مع الحذر أن لا نضغط عليه بقوة، ويترك لمدة 3 ساعات حتى يبرد. بعد 3 ساعات يفرد الكيك ونزيل القماش، ثم يدهن الكيك في مربى الفراولة ويلف بحذر أيضا. وهذا الشكل النهائي. نشكر متابعتكم. لا تنسوا تعملوا اشتراك بقناة Creative Aid والضغط على زر أعجبني. وإذا كان لديكم أي استفسار اتركوا تعليق.